بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم متابعيني في فيديو جديد. النهاردة بقى جايبين لكم حاجات آخر دلع من زنقة الستات، جايبين آخر الترندات اللي على الساحة في الأونلاين من الذهب الصيني، كل حاجة بقى في الغوايش وفي الأساور، حاجات كده آخر شياكة. ده غير كمان ان احنا عندنا قسم كده خاص بالعرايس والسواريهات، حلقان وتيجان، حاجات اخر شياكه، وكل الحاجات اللي هي بتتحط بقى ايه في الزينه وكده. هندخل نتفرج ونشوف الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك ونبتدي على بركه. النهارده بقى عندنا جوله في محل اكسسوارات ودهب صيني، طبعا احنا موجودين في الزنقه. بصوا يا جماعه، الحته اللي هناك دي كده لو جايه من شارع فرنسا هتدخلي الفتحه بتاعه الاقواف، هتفضلي ماشيه وتعدي اول تقاطع، هو بعد اول تقاطع على طول. تمام، هندخل بقى نشوف، طبعا هوريكم برده. بصوا عشان تعملوا سكرين شوت، ده التليفون والمكان وكل حاجه، اعملوا سكرين شوت. ندخل بقى على بركه الله ونقول سلام عليكم. الاخبار النهارده بقى عاملين لنا عروض حلوه. طيب عايزين نتفرج بقى، اول حاجه ايه نبدا بيها؟ نبدا بالاساور. تمام، بصوا يا جماعه احنا كده بدانا بالاساور. اتفضل يا استاذ، بقى بكام بقى؟ بصي عندنا حاجه من اول 25 جنيه هنا. زي ايه مثلا؟ عندنا حاجه مثلا زي كده 25 جنيه كده، 25 جنيه دي ب 25، الحاجات دي كلها ده بسني ما تغيرش لون. حلو، تمام. لحد 120، لحد 120 جنيه، لحد 120. بس في التابلو ده الحاجات اللي هي اللي هي دي، ورينا بقى، فرجنا يا استاذ لو سمحت. طيب بصوا يا جماعه، في دي كده معاها خاتم ب 120 جنيه، التايجر دي. تمام. برضو ممثلين لابسينها، ياسمين صبري ترند برضو. ترند، طلع ترند، حاجات كده طلعت ترند على تويتر، انستجرام، الحاجات دي كلها. وفي الفان كليف ده، الحاجات دي ستانلس برضو ما تغيرش لون. تمام، عامله 65. ايوه، يعني في 65، في 60، في 50، في الرينج ده كده بتاعهم، يعني حاجات ستانلس ما تغيرش لون. حلو. في البلغاري ده، البلغاري ده طالع مكسر الدنيا، مكسر الدنيا. وغير كده بينزل كل في الحاويات بتاعه الصين على طول، بينزل على طول، بيتردد بشكل جامد يعني. حلو جدا. ده عامل 85، 85 بيتلف لفتين كده على الايد، بيتلف لفتين، ونزل منه حاجه اكسسوري برده كده ما تغيرش لون. شغل المونيا ب 35، يعني اللي عايز العالي موجود واللي عايز الاقل موجود. الاقل موجود. تمام. والمسمار بقى، والمسمار ايه ده؟ المسمار ده بقى شكله شياكه قوي، ده معاه خاتم. في اللي فيه استرصات. أيوة. عامل 90 معاه خاتم، معاه خاتم، عامل وللجمله برضو اسعار تانية، يعني لو حد عايز يجي جمله هنا اسعار تانية. اسعار تانية. تمام. بصوا بقى الالوان المسمار شكلها شيك قوي، حاجات حلوه جدا. تمام، الله ينور عليك يا استاذ وليد. ده في لون اسود وكان نازل احمر واخضر، لابسها برضه. الفص بيختلف، الفص بيختلف. احنا خلينا ورا ياسمين صبري. لا يعني عشان من يعني قصدي اشهر الناس اللي هي بتبان في تمام في التمثيل يعني. حلو قوي. احنا شفنا دول وشفنا من اول 25، برضو نتفرج برضو على دول بس هنطلعهم ده برضو. بصوا يا جماعه بقى، ايوه يعني ابتداء من 30 جنيه. ايوه، لحد كريم. من اول كام يا استاذ؟ من اول 25 لحد 65. أيوة. تمام، يعني مثلا لويس فيتون دي، دي 45، دي 45. في دي كده 25، 25. كلهم ذهب صيني ما بيغيروش لون. الله ينور عليك، في حاجات دلع خالص هنا في الزنقه. برضو في معلومه برضو عايز اقولها. اتفضل. الذهب الصيني 25 شركه. تمام، احنا هنا يعني بنتعامل مع يعني احسن الشركات، سي ام الاكس بي. تمام، الحاجات اللي هي ما بتطوص او كده. يعني الله ينور عليك، عشان دلوقتي الناس كلها بتركز مع الحاجه اللي هي يعني عايزين تعيش اكتر فتره ممكنه. طبعا. تمام تمام كده. احنا شفنا الاساور، لو في حاجه تانية انا شايفه حاجات اخر دلع برضو، دي شفناها دي. تمام، الله ينور. ايه بقى دول بقى؟ البلغاري هنا دي ايه، تريبل دي ولا بتبقى؟ لا مش شرط، اللي عايز ياخد واحده ياخد، ياخدها. اللي عايز ياخد اتنين ياخد، اللي عايز ياخد تلاته ياخد. حلو قوي، مفيش فيها مشكله. الله ينور. الحاجات دي في 25، دي ب 25، 25 جنيه. ايوه، ما بتغيرش لون، كل الشغل ده ما مش بيغير لون. الله ينور. وفي مسمار كده اللي هي فيها فسوس بسيطه. ايوه. تمام، ستراس بسيط. دي عامله 50. تمام تمام. والنجمه دي، الستار دي، النجمه دي برده 35، 35. حلوه قوي برده. هي دي عامله ازاي؟ مش بتغير لون، قلب وستار، قلب وستار كده، حاجه برده نازله جديده، ترند برده. حلوه قوي. كل الحاجات دي مطلوبه والحمد لله شغاله، يعني الله احنا بنجيب الحاجات الجديده بنقدمها للناس عن طريق الموقع بتاعنا. تمام. هو حضرتك بتفتح كل يوم؟ يعني المحل هنا فاتح كل يوم؟ تمام. الله ينور. من كام لكام بقى؟ من احنا بنفتح من 10:30، يوم ما بنتاخر 11، 11:30. الله ينور. لغايه طبعا 10 الرسميه.
تمام عادي. ايه تاني بقى استاذ وليد؟ بس ده كوليكشن الاساور اللي ايه أيوة. اللي موجود في الصيني والاستانلس. تمام هندخل بقى على حاجه تانية. بصوا النيكلس بقى الحاجات الحلوه دي. ايوه ده كده الكوين. دي كده شركه سي ام برده من سي ام. من الحاجات اللي مش بتغير لون نهائي. اس ام. او اس ام. ايوه اس ام. تمام فالناس عارفينها بسي ام. ايوه دلع بندلعها مفيش مشاكل. نيكلس بقى الام اي ار ده كده عامل 45 45 شوف دلوقتي يا جماعه بنتكلم على سعر القطعه. في فرق طبعا. طبعا في فرق. بصوا دي كده 45 45 جنيه. الله ينور. الكوينات بقى اللي نازله مره والحاجات دي. تمام تمام ده حاويه. دي معانا لازم اساسي دي. الستات بتحبها قوي. في ام اي ار. تمام. في الحاجات المتدفره دي اللي نازله في الام اي ار اهي دي. أيوة. دي الشركه. تمام الام اي ار. تمام وبرده معانا اس ام برده. تمام تمام. ومعانا يعني انت طبعا بتقول لنا على اساس دي بتبقى انضف حاجات موجوده من الضهر. دي انضف حاجات دي ما تغيرش لون. ايوه تعيش معاك بقى. انما برده في حاجه عايز اقولها برده. ايوه في المسح ده. ايوه المسح ده ليه وقت معين. يعني ايه ليه وقت معين؟ ليه يعني ليه وقت معين؟ مش شرط لعمر افتراضي. مش تمام. مش على طول. مش على طول يعني ممكن يغير لون. حلو قوي. بس هو عشان الناس بتحبه عشان قريب من الدهب قوي. أيوة شبهه شبه الدهب بالظبط. فالناس بتاخد ايه منه. طب واللي هي المسح دي بكام مثلا؟ المسح دي كده مثلا عامله يعني احنا بنبيعها ب 20 و25 واحده ب 20 او ب 25. هي سعرها كويس كمان يعني. لا حلو مريح. وبالنسبه للغواش السعودي دي من 30 السعودي من 30 لحد 45. من 30 ل 5. ايه بقى الترند اللي طالع في الغواش الايام دي؟ اللي طالع الحاجات العريضه دي. اللي هي السعودي. الذهب السعودي طالع ترند جدا. الحاجات السعودي العريضه دي. اما لو اي حد بيسيبها بياخد حاجات في الايد. اللي هي الغواشه اللي هي العريضه قوي زي الاسوره كده. الاسوره العريضه قوي بتاعت زمان دي نزلت. ايوه تمام. اللي كانوا بياخدوها بتوع الفنون المسرحيه والحاجات. ايوه بتوع الفنون. فرقه رضا بقى وحاجات من دي. تمام نيجي هنا. دي سلسله مثلا تعبان ام اي ار. حلوه قوي. فاهميني؟ الله ينور. فكل نازله جديده. تمام انا عايزه بس اوريها للناس. تمام دي بكام دي؟ 45 ب 45 جنيه. حلوه قوي. بصوا يا جماعه بقى بالنسبه للحلقان عندنا الحاجات الرقيقه وعندنا حاجات الواو كل حاجه. اتفضل يا استاذ وليد. بصي احنا معانا هنا حاجه من اول 10 جنيه صيني. زي ايه بقى وريني كده قولي ده ب 10 جنيه. حاجه ب 10 جنيه زي ده الحمصه الصغير ده كده. ده الحمصه ده ما بيغيرش. لا 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 لحد يعني ده كده 20. ده 20. في مقاس بينهم تقريبا. تمام. كان موجود وخلاص بس بيجي كل حواليه. والشانيل والحاجات الشانل والبراندات من 20 جنيه في الجمله. 20 جنيه في الجمله. انما لو حد عايز يشتري ايه قطعه 25. 25. بصوا في البطه او زي الفلامينجو كده. حاجات الشوارفيسكي كمان. أيوة موجوده. ايوه حاجات الشوارفيسكي موجوده. أيوة وعندنا حلقان هنا الزاهد. فين بس السلسله هنا الزاهد. عايزين نتفرج. ندخل بقى على ايه؟ على هنا الزاهد. جايب لكم مصريين كلهم انا. ده الحاجات اللي هي السواري اهي. ده سواري. ايوه ده سواري احنا بنبيعه 35. ده اكسسوار. ده اكسسوارز بقى. تمام. وده كده في ده كده عامل 75 فص سيليكون. يعني ايه فص سيليكون؟ زيليكون. ده بيبقى اكتر لمعه في السواري. والفص بتاعه اصلا بيبقى نضيف جدا. تمام. بيبقى مغلي الحلق. ايوه بيبقى مغلي قيمه الحلق. حلو قوي. فاهميني؟ فين بتاع هنا الزاهد؟ هو ده هنا الزاهد. كده وده. في منه كمان صغير عندنا بس في المخزن عشان خلاص هنا. حلو قوي. الله ينور عليك. ودي طبعا حاجات بتاعت المناسبات. دي مناسبات كلها. بكام بقى يا استاذ وليد؟ دي الحاجات دي لحد 45 جنيه. لحد 45 جنيه. حلقان برضه لحد 45 جنيه. تمام. في الهير بيس بقى. الهير بيس ده بيس. بيس بقى. بصوا بقى عرايس بقى بنوته رايحه فرح حد صاحبتها. رايح مناسبه كده. أيوة. كل ده البنات. كل ده ايه موجود من اول. أيوة. من اول 35 جنيه الهير بيس لحد 200. لحد 200 على حسب بقى الفص اللي معمول بيه وكل ده. في التاجات. التاجات ده شغل التاجات ده وعندنا برضو كميه اكتر كميه موجوده. الله ينور. بس احنا هنا عشان احنا مربوطين بحجم المحل. انتوا لكم برضو اكتر من فرع. احنا لينا مربوطين بحجم المحل فعارضين في كل حته شويه. تمام. ده كده عامل 280 بتاع العرايس وممكن 250 كمان في الجمله يعني. الله ينور. ماشي الدنيا. تمام. في الانسيالات دي حاجات الكوينات. احنا عاملين عليها عرض ب 20 جنيه. اي انسيال ب 20 جنيه. ويتوس ده ولا ايه الدنيا؟ لا ما ده التيلا بتاعه كويس يعني. بصوا التايجر اهو. التايجر اهو ب 20 جنيه. كسوار. بس هو احنا عاملين فيه عرض عشان ده
داكسور والامونيا، ما بيغيرش لون، ما بيغيرش لا لون. ما بيغيرش لون. وبالنسبه للحاجات دي يعني برضو السورات دي يعني دي سورهات ممكن اللي هي معانا برضو 20 جنيه. 20 جنيه. 20 جنيه. طيب يعني احنا هنا عندنا اثار حلوه قوي. من ضمن الحاجات اللي طالعه موضه انت جايبها الاثنين مع بعض، الفيرزاتشي. الفيرزاتشي وفي البلغاري والبلغاري. الفيرزاتشي دي بكام؟ الفيرزاتشي كل ده 25 جنيه. كل ده 25. القسم ده كده ب 25 حاجه تحفه طبعا. ده اقل سعر على فكره، ممكن من اقل الاسعار الموجوده في مصر. بصوا يا جماعه كمان الحلقه لويس فيتون ده، الناس اللي بتحب البراندات. ايوه ده ده بروش ولا بروش؟ بروش. تمام. في برده جاي لنا برده في الحاويه اللي جايه ان شاء الله. عندنا كراتين جايه لنا فيها شانيل لويس فيتون، اللي هي لويس فيتون وشانيل، وفي الجوتشي كل البراندات، وفي ال في كل الحاجات اللي هي ايه مطلوبه للناس عايزاها. يعني الدلع كله هنا. كله موجود هنا. الله يخليك يا استاذ علي. يعني في حاجات كمان مش عارضينها يا مسهل يا رب، ربنا يوسعها عليكم، ربنا يخليك. ففي كل ده كده. ايوه دي السرتيت هندي الماس ده. سرتيت هندي الماس بيتلبس كده على الشعر كده، بيتحط كده عادي، ممكن تجيبيني فيه. بيتحط كده هنا كده، وبينزل بيبقى بدلايه كده. ايوه في ناس كتير برضو طالبه بتحب الجو ده، بتحب النظام ده. وفي اشكال تانية يعني، هم 6 اشكال. وكام بقى ده؟ 25 جنيه. 25 بس. والله حلو جدا. 25. في برضو عندكم هنا الحاجات العقل. في الخواتم، الخواتم اللي هي العقل. بصوا حاجات شياكه قوي يا بنات وطالعه موضه. في الخواتم اللي هي العقل دي، ده كده اي كارت عامل 25 جنيه في 8. 25 عامل في 8. في 8. في 8 خواتم، والتلات بتاعه كويس ما بيغيرش لون. تمام. في عندنا برضو ايه الحاجات دي، اربعات وخمسات. بكام؟ اربعات وخمسات، يعني الكارت فيه 4 وكارت فيه 5 وفي كارت فيه 8. تمام. مش كله يعني، ده كده مثلا 4. كل ده 25 جنيه. امال بقى الانسيات اللي هي القفل دي برضو، الانسيات دي برضو انا برضو عامل فيها سعر 25 جنيه. 25. الله ينور. حلو قوي. دي بتغير لا ولا؟ الألمونيا برضو ألمونيا بتعيش برضو. اكتر فترة يعني. الله ينور. قريبة من الصين يعني. برضو الاساور الحلوة دي بكام برضو دي؟ الاساور دي كده عاملة احنا يعني عاملين عليها عرض برضو 30 و25. 30 و25. طبعا كل المسمار كمان في ذهبي وفي فضي. صوري برضو المسمار، عشان المسمار ايه مطلوب برضو. مطلوب برضو. في حاجات ايه بكام بقى؟ 30. 30. بصوا بنات كل حاجة. في حاجة تاني عايز تقولها لنا أستاذ وليد؟ في كوليكشن عايزين نقول لنا. اتفضل. في كوليكشن ده كده اللي دي ده الكارت كله بقى بيتباع على بعضه؟ الكارت كله على بعضه. عاملين عليه عرض برضه بكام؟ للناس اللي حابة تاخد الكوليكشن على بعضه بدل ما تجيب الواحد لوحده. بكام بقى؟ الكوليكشن على بعضه عامل 20 جنيه. 20 جنيه 20 جنيه الحلقة ده الكارت. حلو قوي. الله ينور. طبعا ده غير بقى حاجات كتيره قوي وحلقان واشكال والوان. في حاجات بقى اسعار بقى ايه. وفي الحزمه احنا عندنا برضو حزمه شيك قوي برضو من اقوى التشكيل برضو اللي موجود في اسكندريه. تمام. التشكيل الحزام احنا طبعا كل ده احنا كده مش عارضين حاجه يعني، ده حاجه كده احنا لسه بنقول بسم الله. بسم الله مش عارضين حاجه عندنا. بصوا ماركات برضو لويس فيتون وشانيل والحاجات دي كلها. تمام حلو كده. والمرايات بقى دي بكام؟ المرايات عندنا مرايه ب 10 جنيه و 10 جنيه و 15 جنيه وعندنا مرايه ب 20 جنيه وفي لحد 25. والنضارات طبعا دي كذا سعر برضه. دي فيرست كوبي ولا بتبقى ايه؟ لا ولا هاي كوبي، هاي كوبي رقم 3 بس. اللي هي مختومه اطولي. مختومه يعني هي اطولي، هي اصلا في الصين بتتعمل في الصين. ايوه بس الحاجات بتاعتها بتبقى اطولي، التقفيل بتاعها دي الاغلى حاجه فيهم يعني. اغلى حاجه فيهم 120. 120 اغلى حاجه. ده اغلى حاجه فيهم. الله ينور. احنا متشكرين لحضرتك جدا وبنشكرك على الحاجات الحلوه اللي شفناها النهارده دي. الله يخليك ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.